للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مراسل التغيير بدر الركابي. أهلا بك بدر، ما هي المعلومات لديك عن طبيعة هذا الانفجار الذي لم يحدد نوعه؟ وهل لديك أي معلومات عن عدد الوفيات والإصابات هناك؟ نعم زميلتي، أتواجد الآن بالقرب من مكان الانفجار الذي حصل في شارع الوزراء بمنطقة الجادرية. هذا المكان هو كان مطعم للوجبات السريعة وكذلك وجبات التي تقدم بشكل دليفري إلى المواطنين. مساحته تبلغ بقرابة 50 متر مربع، يتكون من طابقين بالإضافة إلى سرداب، تبلغ مساحته بحوالي 6 أمتار. لغاية الآن لا يوجد هناك إثبات وتصريحات رسمية عن الانفجار وسبب الانفجار والضحايا. المعلومات التي وصلتني بحسب شهود عيان ومصادري تتحدث عن ثلاثة جرحى. الأول نقل إلى المستشفى وتم إيصاله عبر فرق الدفاع المدني وكذلك فرق الإسعاف التي هرعت إلى المكان، بالإضافة إلى وجود لغاية الآن عاملين داخل الأنقاذ. ما تزال عمليات البحث جارية منذ ساعة تقريبا ولغاية الآن بحثا عن العاملين. إذا أمكن زميل المصور تضعنا بصورة ونتجول ونقترب من مكان الحادث. كما تشاهدون فرق الدفاع المدني باستنفار كامل، بالإضافة أيضا إلى القوات الأمنية المختلفة متواجدة لغاية الآن في مكان الحادث، يقومون بعملية البحث عن يعني العاملين المفقودين. لغاية الآن قبل دقائق قليلة من الآن كنت مع أحد العمال البنغلاديش، تحدث معه وهو شقيق لهذين العاملين، ويعني ما يزال ينتظر مصير إخوانه لغاية الآن. كما تشاهدون لغاية الآن العمليات مستمرة. حاولت أن أكون معي ضيف في هذا البث المباشر ولكن امتنع اللواء كاظم بوهان مدير عام مديرية الدفاع المدني بسبب عدم وجود الموافقات الأمنية لإدلاء بتصريح. لغاية الآن أيضا عائلة يعني الجريح الأول الذي نقل إلى المستشفى ما تزال متواجدة، وأيضا أصحاب المطعم متواجدون لكن يصيبهم حالة من الهستيريا والهلع، فبالتالي لا يمكن لهم التحدث إلينا. قبل دقائق حاولت معهم ولكن امتنعوا عن التصريح، فبالتالي لغاية الآن نحن مستمرون بعملية الانتظار بجهد فرق الدفاع المدني من أجل الوصول إلى العاملين المفقودين. لغاية الآن المعلومات يعني غير مثبتة بفقدانهم الحياة، أما يزالون لغاية الآن أحياء، خصوصا نحن نتحدث عن سرداب هم متواجدون فيه يبلغ عمقه بقرابة 6 متر، فبالتالي ننتظر لغاية الآن. الإحصائيات الأولية كما ذكرت لكم تتحدث عن 3 أشخاص، وأيضا المعلومات الأولية عن سبب الحادث تتحدث أيضا عن تسريب في منظومة الغاز وانفجار لقنان الغاز الأخرى أدى إلى هذا الانفجار. أيضا شهود العيان تحدثوا لي حول هذا الموضوع، فبالتالي ربما أغلب الروايات هنا اجتمعت حول هذا الأمر بأن هناك تسريب في الغاز. أيضا القوات الأمنية الخاصة بعملية البحث والتحري والأدلة الجنائية وصلت قبل دقائق من الآن وتنتظر إكمال فرق الدفاع المدني عن يعني بعملها، من ثم هي تباشر بقضية البحث والتحري عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الانفجار. كما تشاهدون أيضا أضعكم بالصورة زميلي محمد، هذه هي الأنقاض التي تم استخراجها لغاية الآن من البناية التي تبلغ كما ذكرت مساحتها بحدود 50 متر مربع. أيضا كما تشاهدون هذه الأعداد الكبيرة مستمرة ومتواجدة لغاية الآن من مختلف وصنوف وأنواع القوات الأمنية، هي ما تزال مستمرة. قائد عمليات بغداد قبل دقائق قليلة كان متواجدا وأيضا كان مطلعا على سير العمل، بالإضافة أيضا كما ذكرت إلى مدير عام مديرية الدفاع المدني هو ما يزال حاضر، أيضا من قوات الشرطة الاتحادية قادة أمنيين متواجدين، فبالتالي هناك استنفار أمني من قبل وزارة الداخلية بكل أصنافها تتواجد هنا في مكان الحادث من أجل تقديم المساعدة للوصول إلى العاملين المفقودين لغاية الآن. وأيضا التطمينات
ما تزال مستمرة حول حالة الجريح الذي وصل إلى المستشفى، العامل الذي أصيب بأضرار وتم نقله. لغاية الآن لم تصل معلومات إلينا حول وفاته، بالتالي هو ما يزال على قيد الحياة لغاية الآن، وننتظر المعلومات حول أيضا مراحل علاجه، وبانتظار أيضا في هذه الدقائق لربما نحن نتحدث عن المراحل النهائية بالوصول إلى العاملين المفقودين. وصلنا لغاية الآن إلى الفتحة الخاصة بالسرداب، فبالتالي حاليا نتحدث عن عمليات يعني رفع لآخر الأنقاض الخاصة ب يعني الوصول إلى داخل السرداب، فبالتالي لربما دقائق قليلة ونصل. كما تشاهدون يعني هذا الشخص هو أحد يعني أفراد الذين فقدوا هنا داخل يعني الحادثة. تقرب معي زميلي محمد، كما تشاهدون بالصوت والصورة هذه الدموع التي تذرف لغاية الآن من قبل من ذوي المفقودين هنا في المستشفى. كما تشاهد زميلي المصور على يسارك إذا تقوم بالتصوير، كما تشاهدون بهذه الصوت والصورة تصلكم الآن. حالة من الهستيريا والهلع تصيب أهالي المطعم وأيضا ذويه بعد الحادث الذي تعرض له المطعم. كما تشاهدون بأن المطعم لم يتبقى منه شيء، لربما هذا الجدار الوحيد زميلي محمد إذا تقوم بتصويره هو من تبقى في هذه الحادثة، ومن المطعم بقية الطوابق وبقية الجدران يعني لم يتبقى منها شيء، بالتالي المطعم شبه هدم بشكل كامل. وما تشاهد أيضا زميلي محمد لغاية الآن يعني ينتظرون مصير العمال المفقودين هنا داخل المطعم، وأيضا بانتظار الوصول إليهم. كما تشاهدون نحن يعني القوات الأمنية تحاول يعني إبعاد أيضا حتى وسائل الإعلام من أجل التمكن من الوصول إلى العاملين المفقودين، لا سيما نحن في الدقائق الأخيرة للوصول إلى المفقودين الاثنين من العمال الذين تواجدوا. نعم. لغاية الآن يعني المعلومات وشهود العيان يتحدثون يعني عن عاملين من الجنسية البنغلاديشية. نعم. المفقودين هنا داخل يعني مكان الانفجار، ولغاية الآن ننتظر أيضا التفاصيل الأخرى التي ستصلنا في الدقائق المقبلة حول التفصيلات والمستجدات بخصوص يعني انفجار هذا المطعم. نعم. الواقع ضمن منطقة الجادرية هنا في العاصمة بغداد. نعم، إذن بدر سنكون معك في نشرتنا اللاحقة لمعرفة مستجدات ملابسات الحادث وأيضا عدد الضحايا. شكرا لمراسل التغيير بدر الركابي.